بسم الله الرحمن الرحيم. الرجاء انتبهوا عليه. الكرة القدم تحتاج منهج. المنهج يحتاج ما يعرف بالروتين التدريبي لمفاصل الوحدة التدريبية الأربعة. هذا كلام الحضور. فإذا الآن أنا أكثر من 6 سنين أقول اجعلوا التمرين اللي يتبع لحمة تمارين الربط اللي بيها إيقاع عالي مهم كرتين 3-4 وركزوا على أداء حركات موجودة باللعب، دحرجة، مناولة، تغيير اتجاه، ركض سريع وهكذا. هذا الروتين إذا يعني أصبح عام في البلد وطلعوا عليه المدربين واتفقوا طبعا المدربين أحسن من عندي وقالوا والله نتائج زينة يعتمد وتصير مثل ما الدول تعتمد أشياء في فعالياتها، إحنا لازم نعتمد أشياء في فعالياتنا. أنا بدأ أسلسل الأمر، فالتمرين بسيط يعني مثلا إحنا كلنا نقود بالأمثال، عبارة عن دحرجة، اترك الكرة مكانها، اذهب للمدرب، العب وياه، اعطيني واعطيك، مناولة مزدوجة، ارجع لكرة زميلك والعبها للاعبين 3 وارجع خلف اللاعبين 2، وقف الكرة، اذهب للمدرب، العب وياه، كرة مزدوجة، روح لكرة زميلك، العبها للثلاثي وروح للثنائي، انتهى الموضوع. ازيد السرعة لكم. هذا التدريب يعلم اللاعبين الكثير. ركزوا اخواني ركزوا، لا تضيعون الوقت بالركض بعد الاحماء والقفز، هاي كلها ضروريه لكن مره واحده بالاسبوع كافي. ضيعوا الوقت التدريبي في هذه المواضيع، تتطور الكره لكم. سواء هذا التمارين اعطيتوها لفريق اول او لفريق يعني 14 فما فوق، كل يصير منهج عندنا بالعراق مثلا، انا اتكلم عن العراق لأن أكثرهم أولادي وأصدقائي وكذا يتحملوني، وأي دولة عربية أخرى يجب أن تضع يعني تضع لها هوية في التدريب. الإسبان عندهم هوية، الألمان عندهم هوية، كل العالم عنده هوية. إحنا عندنا أحسن لاعبين بس ما عندنا هوية، عندنا مدربين زينين بس ما حد يعلمهم ما هي المنهجية في كرة القدم. أرجوكم استمعوني، وأنتوا يعني محللين ما شاء الله عليكم، أصحاب خبرات، أكثركم لاعبين، وهي التمارين نشوفها من أحلى وأهم التمارين كما أعتقد أني. صلى الله على سيدي رسول الله الهادي الأمين شفيعنا يوم الدين إن شاء الله. أنا موفق المولى. تابعوا حتى نصل إلى هيكلة تدريبية في القطر في وطننا العراقي مع أخواني وأبناء المدربين وأساتذة الكليات، تكون منهج للعراقيين وللمدربين.